للوقوف على تطورات الوضع الميداني في حلب وريفها ينضم إلينا مراسل الأخبار شادي حلوي. شادي، مساء الخير، وضعنا في آخر الأخبار لديك. مساء الخير لك وائل ولجنانة ولكل مشاهدي الفضائية السورية. هي الحرية التي يدعون بحرق منازل المواطنين الآمنين. طبعا ترفع القبعة لأهالي خان العسل لمواقفهم الوطنية منذ بداية الأزمة، وهم عاقبوهم فقط لأنهم لم يستقبلوهم في منازلهم وقاموا على إجبارهم وبإجبارهم لترك منازلهم، ومن ثم حرقوها بالكامل قبل أن يطردهم الجيش العربي السوري. الغضب الساطع آت إلى كافة مناطق خان العسل وكفرناها وما بعد كفرناها، وإلى كل مناطق الريف. لن أذكر أي منطقة، ولكن الضربات القادمة ستتحدث عن نفسها في مختلف مناطق الريف والمدينة. احذروا غضب الجيش العربي السوري، فالجيش العربي السوري آت بغضبه عليكم أيها المرتزقة. هذه الصور، وعدنا مشاهدينا الكرام بصور من قلب الريف الحلبي، وهي البداية، هي البداية، وإن شاء الله سيكون لنا جولات في معظم مناطق الريف عندما يقوم الجيش العربي السوري بتنظيفها من رس هؤلاء المرتزقة. على كل، الجيش العربي السوري واصل عملياته في مختلف مناطق الريف الحلبي والمدينة، وأبدأ من الريف وبالتحديد من المناطق المحيطة بمطار حلب ومطار النيرب ورسم العبود والكلية الجوية. الله الله على عمليات الجيش العربي السوري هناك، وعلى حراس الجمهورية العربية السورية الذين يحرسون المطارات وينظفون الطرقات من رس هؤلاء المرتزقة. طريق السيرة شهد عمليتان عند معمل الكابلات ومعمل الجرارات، رسم العبود وتل حاصل. وما أدراك ما حصل اليوم يا وائل في تل حاصل؟ عشرات القتلى من هؤلاء المرتزقة من قبل استهدافهم من قبل وحدات الجيش العربي السوري وآلهة الحرب في الجيش العربي السوري. النيرب عند الجسر كذلك الأمر، في كفر حمرة وحريتان تم استهداف تجمعات لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير عدد من آلياتهم. الآن وردنا أن الجيش العربي السوري ونسورنا البواسل تنفذ عمليات في منطقة كويرس وحول تلك المنطقة، والأخبار الواردة أكدت استهداف رتل وتحقيق إصابات مباشرة في رتل هؤلاء المرتزقة من سياراتهم وتدمير معظمها المزودة برشاشات متوسطة وثقيلة. أنتقل إلى المدينة التي شهدت عمليات لا تقل شأنا عن الريف الحلبي. النقارين عند مساكن البحوث ومقبرة الشهداء ومساكن هنانو، مساكن هنانو، الله على مساكن هنانو، وعشرات القتلى، أؤكد قتلى، أعداد كبيرة. وعندما تنظف حلب إن شاء الله وريفة أيضا سينظف فيه في إدلب، هناك عناصر مجموعات إرهابية مرتزقة تأتي بالجملة لمؤازرة من يدعي الجهاد، فيكون مصيرهم الدعس والسحق تحت أقدام جيشنا العربي السوري بقطع تذاكر لهم بالجملة إلى الجنة الموعودة التي يدعون. مساكن هنا شهدت عدة عمليات عند الإطفائية والمركز الثقافي وجامع عقبة بن نافع وبالقرب من مدرسة أبو القاسم الشابي. الشيخ سعيد إصابة مباشرة اليوم، آلهة الحرب اليوم أبدعت الحقيقة في الجيش العربي السوري. الشيخ سعيد عند منطقة عين العصافير تم تحقيق إصابة مباشرة في عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت متمركزة في تلك المنطقة، بستان القصر وسوق الفستق وسوق الهال وسوق الفلين، وأيضا المدينة القديمة التي يواصل الجيش العربي السوري عملياته، فقد شهدت عدة عمليات معظمها كان متمركز في جنوب القصر العدلي وجنوب الجامع الأموي، وما زال الجيش العربي السوري يتابع عملياته على الأرض في تلك المنطقة. وطبعا التقدم، دائما أكررها، التقدم يكون بحذر حفاظا على التراث أو على ما تبقى من التراث الذي قام هؤلاء المرتزقة بتخريبه وحرقه وسرقته وسرقة الأسواق وفتح الخزنات. لاحظنا بالصوت والصورة، هي الحرية التي يدعون. ولكن دائما وأبدا، وقبل أن أختم،
أوجه التحية إلى أبناء خان العسل الشرفاء، إلى كل من آزر الجيش العربي السوري في منطقة خان العسل، بدءا من كتائب البعث وأيضا اللجان الشعبية، وكل أريد أن أستثني أحدا وأختمها بالجهات المختصة التي أبدعت الحقيقة على مدار 3 أيام الماضية في مؤازرتها للجيش العربي السوري. دائما وأبدا والله أصغر طفل عندما زرنا المدينة الجامعية البارحة كان يرددها: السحق تحت أقدام جيشنا العربي السوري. أعود إليكم في الاستوديو. الله الله عليك يا مراسل الأخبار شادي حلوي، لطالما تضعنا وتطلعنا دائما على إنجازات جيشنا.